السلام عليكم أعزائنا الطلبة. موضوعنا يونت أوبريشن 1 مع الجزء الثالث من المحاضرة الثالثة لهذا اليوم. طلاب، الموضوع هذا اليوم هو حل لسؤال تطبيقي اللي أخذناه لحد الآن في الديستيليشن خلال هاي ثلاث محاضرات. راح هسه تقريبا نرسم عدد الصواني، عنده يطلب من عندنا عدد صواني نظرية باستخدام طريقة الرسم. هذا هو السؤال المتكامل، هذا السؤال هو راح يعلمنا شلون راح نرسم عدد صواني بعد ما أخذنا كل المعلومات في كيفية رسم عدد الصواني في موضوع الكونتينوس ديستيليشن. هذا السؤال هو عبارة يحتوي على خليط، هذا الخليط يحتوي على مادة الميثانول اللي احنا نريد نفصلها CH3OH، مادة الميثانول. هاي مادة الميثانول تحتوي على 45% مول برسنت، نسبة الميثانول بهذا الخليط 45%. راح نفصلها، راح يصير عندنا فصل من الأعلى راح تطلع 0.96، من الأعلى راح تطلع 0.96. إذا هذا هو أول شيء، خلينا نرجع على 45، هذا هو قيمة من هو ZF أو رمز ثاني XF، نفس الشيء طلاب. هاي 96% هذا ال XD، هذا اكتبها بغير مكان، هذا هو XD، هذا 96% 0.96. أما 4% الموجودة هنا هذا هو ال XW، هذا ال XW يعني اللي تطلع من أسفل الجهاز. أذن ال XF XD XW، هاي نسب المادة الميثانول بالخليط. ال 45% الميثانول نسبتها بالفيد، ال 96% نسبتها بالديستليت اللي يطلع من الأعلى، ال 4% نسبة الميثانول اللي يطلع من الأسفل. أوكي طلاب، هاي واحدة المعلومة المهمة جدا اللي هي هنا the feed is at its bubble point. من أقول bubble point معناتها saturated، معناتها saturated liquid. من أقول saturated liquid معناتها قيمة الكيو يساوينا واحد، معناتها عمودي، عمودي. هاي المعلومة كلش مهمة، لازم نعرف نوع الفيد. هنا دا قلنا the feed is at its bubble point معناتها saturated liquid. أوكي، مطينا الأوبريتنج بريشر 101 كيلو باسكال، مطيني هنا أيضا قيمة الريفلكس ريشيو اللي هو الR، هذا هو 1.5، هاي يقصد بيها قيمة الR، مطينا قيمة الR. أوكي، إيش مطلوب من عندنا هسه بالسؤال؟ هنشوف المطلوب من عندنا بالسؤال هو إيجاد أول واحد الـ A determine the number of شنو ideal tray، number of شنو ideal tray، معناته يريد قيمة الـ N، بس من هي الـ ideal، فرع A. فرع B مطلوب من عندنا أيضا الـ tray، بس من هو الـ real، الحقيقية. أنا أعرف مثل الـ absorption سابقا، شلون أحول الـ ideal tray إلى real باستخدام الـ efficiency، من high ideal، من أقسمه على الـ efficiency الكفاءة راح تطلع عندي شنو الـ N real اللي هي الحقيقية. هاي هو الـ N real بتقسيم الـ N ideal على الـ efficiency. زين الـ N ideal من أجيبها؟ أجيبها من الرسم، الـ efficiency هو يعطيني إياها بالسؤال. زين أنا عادة من أريد أرسم المفروض أنا عندي ديتا يعطيني إياها بالسؤال، فمطيني قيمة الـ X ومطيني قيمة الـ Y، هاي استفاد من عدها بالرسم. أوكي طلاب، هاي المعلومات المتوفرة عندي. فهسه حبدي أحل وأرسم. الحل موجود كله قدامكم، هاي هنا تكملة الصفحة، هذا الثاني قدامكم على مود راح أوضح شلون نبدي نحل، شلون نبدي نحل. بس أنا راح أحل هنا رفلي، يعني
مو بالأرقام 100% على مدة تكون هذا الحل موجود عندكم بالأرقام، وهسه وراء هذا السلايد هو الرسم موجود عندكم. فراح أبدي أرسم. مثل ما قلت لكم أول ما نبدي نقسم هاي الورقة البيانية، نقسمها من الصفر موجود إلى الواحد، بوينت واحد، بوينت اثنين، بوينت ثلاثة، أربعة، يعني هذا خلي بوينت واحد، هذا بوينت واحد، هذا بوينت ثلاثة، هذا بوينت خمسة، ستة، سبعة، هذا ثمانية، هذا تسعة، هذا الواحد ويا النهاية. هذا X axis، نفس الشيء بالنسبة ل Y axis، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، هذا الواحد. والبوينت واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، هذا بوينت خمسة، على مود يكون شوية بالنص احنا نقدر. اوكي؟ فمعناته راح يبدي منين حيبدي؟ حيصير عندي مربع هذا إلى نهاية الصفحة. هاي هو. شو راح اسوي؟ اجر خط ال 45 بصوره بالمسطره. هنا ما اقدر الزم مسطره بيدي، هذا نجر خط ال 45 لازم يصير خط مستقيم. وراها اجي اخذ الاكس اكسس، اخذ الاكس اكسس. الاكس اكسس والواي اكسس الديتا المعطيني اياها عين هالنقاط، فصارت عندي هاي النقاط. هاي حسب النقاط لنفرض المعطيني اياها هو. فاجي اوصل النقاط حسب ما هو مطيني اياها، اللي مطيني اياها بالجدول. اوكي طلاب، هذا خلصنا الديتا، هاي خلصنا. هذا بكل سؤال اذا مطيني اياها نرسمها بدون ما نباوع على المعطيات مال السؤال. ورا ما خلصنا ذاك الوقت هسه راح اباوع على معطيات السؤال، اباوع على معطيات السؤال. اول ما اعين قيمه الاكس دي اللي مطيني اياها، الاكس دي مطيني اياها 96%. وين 96%؟ هنا. هاي بوينت 9 ستة. أصعد عامودي وين؟ أصعد عامودي على خط ال 45 وأخلي النقطة هنا. هاي أول واحدة. اثنين، أعين قيمة الـ XF. الـ XF المطيني إياها 45%. وين الـ 45%؟ هاي. هاي قيمة من وين؟ الـ XF. هاي الـ XF أو ZF اللي هي 0.45. أيضا أصعد وأخليها على خط ال 45. هاي. وأجي أعين قيمة الـ XW. الـ XW مطيها 4%، الـ 4% هاي هنا 5، فهاي الـ 4%، فهاي هنا هاي الـ XW اللي هي 4.04. أوكي؟ هاي عيننا الثلاث نقاط. أوكي طلاب؟ هاي أول شيء. نيجي هسه على الـ Intercept. الـ Intercept اللي دي يقول لنا هنا، دي يقول لي الانترسبت، العفو مو الانترسبت، هسه لازم نرسم الاوبريتنج لاين مال ريكتيفاين، ونرسم الاوبريتنج لاين مال الستريبنج، ونرسم الكيو لاين. الاوبريتنج لاين مال الستريبنج والريكتيفاين تعلمناها من المحاضره رقم 2، الكيو لاين تعلمناها من هسه المحاضره مال المحاضره رقم 3. فالمحاضرة رقم 2 حسب ما نتذكر، من أريد أرسم الأوبريتنج لاين مالتها لازم عندي أما سلوب وإنترسبت. ما ريكتيفاين قلت لكم تعتمدون على إنترسبت. الإنترسبت ما ريكتيفاين اللي هو XD، XD على R زائدا 1. من أريد أعين ارسم الاوبريتنج لاين مال ريكتيفاين، الاكس دي مطيني اياه اللي هو قيمته 0.96 على الار مطيني 1.5 زائدا 1، راح تطلع قيمتها هنا 0.38. 0.38 هذا عينه بالرسم. اجي اخذ 0.38 موجوده على الواي اكسس 0 1 2، هذا 3، هاي تقريبا 0.38. 0.38 اجي اجر خط مستقيم بين الاكس دي الى الانترسبت، الى الانترسبت يعني تقريبا هذا. هذا مال من وين؟ مال ريكتيفاينج. زين، نيجي على مال ستريبينج. الستريبينج، بالستريبينج
نعتمد على منو؟ نعتمد على السلوب. بس هنا اكو فد خاصية، بما انه تعلمنا، هاي انتبهوا عليها طلاب، تعلمنا حساب الكيو لاين، صار عندي شغلة الستريبينج سهلة، ما نقدر ماكو داعي استخدم السلوب، وهاي انتو راح تفرحوا لها لانه بالسلوب لازم اعتمد على المنقلة. فباللي تعلمنا الكيو لاين فادنا بشغلة، شنية انتبهوا عليها، الكيو لاين قلنا نعينها من الاكس اف، اصعد فوق وعيننا هاي النقطة اللي هي 0.45 وقفنا على خط ال 45. الكيو لاين يعتمد على نوع الفيد، نوع الفيد هنا هو قلنا saturated liquid at bubble point، معناته شنو عندي كيو لاين عمودي يصعد لي لأعلى. فمن نقطة اللي موجودة مع الاكس اف 45 عندي ال 45 اصعد بخط مستقيم للأعلى، هذا هو الكيو لاين. كيو لاين اللي هو قيمة تشجيد واحد، ليش؟ لأنه saturated liquid. هذا الكيو لاين وين قطع عنه؟ وين قطع عنه؟ المن قطع عنه؟ قطع عنه اللي هي الأوبريتنج لاين مال ركتيفاين، وين قطعها؟ هاي النقطة هياته، صح؟ شو راح أسوي؟ راح أخذ من هاي النقطة إلى نقطة الأكس دبليو على خط ال 45، وين نقطة الأكس؟ هاي، هاي انتبهوا عليها على اللون السمائي أشرته. من هاي نقطة السمائي أوصل إلى نقطة التقاطع، انتهى الموضوع. الرسم عندي الـ operating line مال الستريبينج، ما احتاجيت السلوب مال الستريبينج. فالمنطقة اللي راح يرسم بيها راح يرسم بيها عدد الصواني هي المنطقة راح أشرها بالأبيض اللي هي المحصورة بين من وبين من؟ بين الإكوليبريم داتا والستريبينج والريكتيفاينج، هاي المنطقة. هاي المنطقة هي اللي يرسم بيها عدد الصواني. شلون يرسم بيها عدد الصواني؟ نبدي من نقطة الـ XD اللي هي هاي النقطة راح أشرها بالأسود، أفقي على الإكوليبريم، عمودي على الأوبريتنج لاين، أفقي على الإكوليبريم داتا، عمودي على الإكوليبريم على الأوبريتنج لاين، أفقي عمودي، أفقي عمودي، أنزل على الستريبينج وصلت، أفقي عمودي، أفقي عمودي، إلى أن أوصل للإكس دبليو وأتوقف. كل مثلث أو كل هاي النقطة هي تري، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، الحقيقة تطلع لي حسب الحسابات، تطلع لي العدد الصواني حسب الحسابات المضبوطة. قلت لكم أنا ما راح أطلع مضبوطة، بس حسب الرسم على ما تتعلمون شلون ترسمون تطلع لي تقريبا 7 ثواني ونص. شنو هاي النص؟ لأنه عبرت 7 ثواني ونص، هاي الايديال. هسه شوفوا بالرسم، هاي الايديال، يعني شوفوا أنا مو كل ضابطة للرسم ولا معتمد على كلش أرقام، طلعت 6 ثواني، يعني مو كلش بعيدة عن هاي. فنوبات من أقول لكم هي صح نوبات ما يطلع مضبوطة، بس يطلع قريب، بس يعني من يطلع بعيد معناته أكو خطأ عندكم بالشغل مالتكم. يعني شوفوا هنا من أشريت وحسبت وما أدري شنو، يعني مع العلم أنا ما استخدمت شيء مضبوط مسطرة وهذا، فطلع 6، هي بالحقيقة طلع 7 ونص، يعني مو ذاك الفرق الهواية بحيث أستغرب من أكو فرق. طبعا اكو فرق لانه انا قلت لكم شغلي ما ضابطه هنا بيدي، مشتغل بالمسطره وبالارقام المضبوطه. الحقيقه يطلع حسب الشغل مالتنا يطلع 7 ونص. لازم عدد الصواني تقرب للعدد الصحيح، بما انه هو ونص واكثر من نص، معناته عدد الصواني حاعتبرها هي شنية 8. هاي الـ8 اقسمها على الافشنسي راح تطلع 20 عدد الصواني. إذن الـ20 هي real tray، هذا real tray مالتي، هذا هو حل السؤال. إذا قال لكم الفيد دا يدخل بيا صينية، دا يدخل الفيد
بيصين يدي يدخل. شوفوا الفيد اللي هو هذا هي هذا الكيو لاين هذا بياصينية بين الصينية الثانية والصينية الثالثة حسب رسمي دخل بين الصينية الثانية والصينية الثالثة. هذا هي طريقة الرسم طلاب لإيجاد عدد الصوان النظرية والحقيقية. كرسم هو هذا الرسم. هذا كل شيء اللي أنا حشيت به مأشر قدامكم. شوفوا عدد الصواني طلعت 7.5. السبعة ونص شوفوا هنا الـ XW هي تبع دا أشرها. شوفوا من جريت أفقي ونزلت عامودي تجاوز الـ XW بس تقريبا هو الـ XW صار بين النص الصينية فاعتبرتها نص. تريدون تعتبروها طلاب تشيلوا يعني ما راح تأثر ترى هاي النص على الحسابات مالتكم. المهم إذا كان شغلكم صحيح بس المهم ومثل ما دا أشوفه أنا دائما طلاب هاي ملاحظة كلش مهمة بالأبزوربشن من ترسمون عدد الصواني أفقي مضبوط. شوفوا أفقي مضبوط عمودي مضبوط أفقي مضبوط عمودي مو سوولي يا مثل ما شفتوا الطلاب هيجي 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 هذا غلط. أفقي مضبوط عمودي مضبوط أوكي طلاب. هاي رقم واحد قربنا عدد الصواني لازم تكون عدد صحيح فلازم هنا 7.5 ما بقيها 7.5 فنقول عليها 8 أو إذا أقل من 7.5 نقول عليها 7. هاي النظرية. العملية قسمتها على الإفشنسي على كفاءة الجهاز طلعنا عدد الصواني الحقيقية أوكي. فالإضافة بأنه الفيد الدي يدخل بيا صينية دي يدخل شوفوا من جريتها هنا فطلعت بين الصينية الرابعة والصينية الخامسة. أنا بشغلي طلعت بين الثالثة والرابعة هنا هو بين الرابعة والخامسة. قلت لكم ما يأثر فرق صينية صينيتين مو فرق 10 لو 15 صينية كلش ثلاثة بس هذه ثلاثة هم بها فد مشكلة معناتها بس صينية صينيتين ترى ما يطلع أكثر من عندها إذا كان شغلنا مضبوط. زين طلاب بهذا المحاضرة نكون قد أنهينا كيفية رسم عدد الصواني في حالة إذا متوفرة كل المعلومات. إن شاء الله تكون هاي المعلومات والقوانين والملاحظات قد تفيدكم في موضوع الـ Continuous Distillation وأيضا تفيدكم في مواضيع كثيرة في خاصة في موضوع الديزاين اللي تحتاجوه الآن في مرحلتكم وفي المرحلة الرابعة ضمن موضوع مشروع التخرج. وشكرا جزيلا.